لو الحكاية فيها إن فيدي. نروح بعد كده لبرج التور. مواليد برج التور النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، وممكن يلاقوا أصحاب كتير واقفين جنبهم، مش بس أصحاب، كمان ممكن في الشغل أو في العمل يلاقوا ناس مخلصين تقف جنبهم وتساندهم. مواليد التور النهاردة هيكون عندهم علاقات قوية مهنيا واجتماعيا، وممكن إذا هم عندهم روح مشاركة هيقدروا إن هم يكسبوا أكتر التقدير.